السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارتفاع سعر الدولار في بنوك في بنوك الأهلي ومصر والقاهرة بقيمة بلغت 1.76 جنيه قرش. بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة نحو 17.40 جنيه، قفزة كبيرة جدا للشراء و17.50 جنيه للبيع. وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي مصر نحو 16.87 للشراء، 16.97 للبيع. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.